عقد في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر للإعلان عن نتائج الدراسة الموسعة تحت عنوان الشباب في مواجهة الفكر المتطرف، ويهدف المؤتمر إلى نشر التوعية الكاملة لنبذ التطرف والإرهاب ولسد الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرا كبيرا في عصرنا هذا، خاصة على فئة الشباب. ومن خلال المؤتمر قام صندوق دعم البحث الدولي الذي يقوم بمحاربة نشر التطرف والإرهاب منذ سنوات عدة بطرح أفكار لمعالجة هذه الظاهرة الذي ساعد على انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي ونقص التوعية عند الشباب. الفقر والبطالة يعتبر من الأسباب الرئيسية، إلا أن نتائج هذه الدراسة التي استنتجت آراء الكثير من الشباب سواء كان في المدارس وفي الجامعات وفي النوادي وفي هيئة شباب كلنا الأردن والمجلس الأعلى للشباب، وجدنا كنتيجة نهائية بأن الفقر والبطالة لا يعتبر من الأسباب الرئيسية بالدرجة الأولى، بل أعطيت درجة متوسطة وكانت بدرجة ثانوية تؤدي إلى البطل إلى الانحراف عن الاعتدال الوسطية. الدراسة كانت دراسة جريئة وصريحة وتحليلية واستبيانية قائمة على الدرس العميق، ولذلك ما قدمته من اقتراحات وما قدمته من توصيات تشمل كل المؤسسات الفاعلة في المجتمع وعلى رأسها مؤسسة التربية والتعليم، بالإضافة إلى البعد الإعلامي وما يتعلق به، وخاصة البعد الإعلامي في وسائل الاتصال المعاصرة، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. الحل هو عن هذين الطريقين، أولا معالجة من غسلت أدمغتهم مع كل أسف وأصبحوا متطرفين ومتعصبين، وأحيانا كثيرة هذا التعصب يؤدي إلى العنف المبني على ما يقولون أنه معطيات دينية، هذا غسيل دماغ وهذا تحجيم للدين صراحة على أساس المصالح الشخصية والمآرب السياسية.